صحيح. انت الشهادات دي في رئيسين. بتوثق النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها تحديدا يا فندم، لانه زي ما كنا بنتكلم انه احنا كمتلقي، انا بتكلم بقى كمتلقي قاعد في البيت بتفرج على اللي بيحصل، انا شايف حاجات طرف بيتكلم وطرف اخر بيتكلم وطرف بيدعي المظلوميه وطرف اخر، انا كمتلقي ممكن ما بقاش فاهم بالظبط، ما بقاش عارف. لكن لما اسمع هذه الشهادات واحاول افندها، فكره ان كمان يبقى في كيان اعلامي زي المتحده بيظهر هذه الشهادات والتوثيق الهام لكل هذه الاحداث. ها كان في يعني انا لازم اشكر يعني المتحده ككيان اساسي، وفر كل الـ يعني الدعم للبرنامج، والصديق العزيز احمد الطهري يعني رئيس قطاع الاخبار في المتحده كان كان عنده في كده ليه كل الدعم والحقيقه انا ما فيش حد كلمناه كمان وقال لا، يعني تقريبا يعني في بعض الناس اعتذرت لاسباب صحيه بس، يعني انه لكن كل الناس كانت متحمسه جدا.